شركة 3D Mapping Factory شركة بتهتم بإنشاء عروضات وأنيميشنز على المباني عمرها أقل من سنة، بس صاروا عاملين أكثر من 3 عروضات. أولهم كان على مبنى اليو اف آ ببيروت، الثاني كان بمناسبة العيد الوطني بأرمينيا وكان عبارة عن شو لمدة 7 دقائق على مبنى دار الأوبرا بأرمينيا وأخذ ضجة كثير كبيرة عالميا. وثالث مناسبة كانت لعيد ال 75 لجامعة الألبا لنتعرف أكثر على أعمالهم. من تابع هالريبورتاج لنتعرف اكثر على اعمالهم. ونستقبل احد اصحاب الشركه السيد ايميل عضيمي. إيميل عضيمي، اليوم عم نشوف كنا نحن وياك الانيميشن تبع عيد ال 75 لجامعة الألبا، نعمل 3D مابينج على المبنى. إذا بدنا نفسر شوي بكلمتين ال 3D مابينج، شو بتفرق عنه بينه وبين البروجكشن العادي اللي بتنعمل على حي المبنى؟ اوكي، ال 3D مابينج هو نوع بروجكشن بالآخر، بس هو بروجكشن بيعمل على مبنى، يعني ما بتنعمل الا على مبنى معين. بده ينعمل سكان للمبنى، بده يصير عندنا المبنى بطريقه 3D على الكمبيوتر تبعنا، وساعتها بيتلبس عليه وبينعمل انيميشن حسب المبنى. وما بتنعمل على، يعني وانس عندنا هالانيميشن هالفيلم يلي عم نزيبقه على القد على البنايه، ما بنقدر ننقله على بنايه ثانيه. يعني بنشوف كل ما في ديتيلز او في بروفوندور بالمبنى، مثل البلاكين طالع على برا، قصص فاتت لجوا، بخاويش او شبابيك بالمبنى، كل ما هول تستعملون اكثر بالانيميشن تبعكم، قديش هالشيء بيفيدكم؟ يعني هذا الشيء بيفيد الى حد ما. مثلا نحن للقلبة بخصوص هذا الشيء اضطرينا نسكر شوي، يعني نسد شوي البخاويش، لانه هي بنايه مبنى قديم كثير، واذا كان بدنا نعمل هالشو بهالضخامه كنا مضطرين نسكر شوي، نسد شوي البلاكين، لان كان كل البلاكين في عليهم يا اما خزين يا اما مكنات اي سي. ساعتها هيدي ما بتساعدنا ابدا انه يكون في بروجكشن على مكنه الاي سي، وعلى يعني على هالتفاصيل وهالاشياء. اليوم بال 2012 نعمل كثير 3D مابينج، بلشتوا بالبنايه اليو اف ا،
عملته كمان بكوهار بأرمينيا، وهذا أخذ ضجة كثير كبيرة عالميا لأنه كان من أكثر شويات ك 3 دي مابينج انعطى حقه عالميا بالنسبة للتصميم اللي انعمل فيه. واليوم كمان عم نشوف هذا الشيء بالقلبة. قديش اليوم بال 2012 بلبنان نحن رايحين على هيدي التكنولوجي، قديش في أشخاص صار عندهم نوسيون عن هيدي التكنولوجي، وقديش في أشخاص صاروا عم يستعملوها، ولا المشكلة هي التكلفة الغالية فيها؟ يعني هي أكيد رح بلش لك من الآخر انه التكلفه غاليه، يعني منه شو هين، يعني مش بروجكشن. بروجكشن واحد بيعمل انيميشن بيكبها على حيط. نحن قبل ما نبلش نشتغل في كلفيه باهظه اللي هي سكانينج تبع المبنى، اللي هي التحضيرات، اللي هي بعدين عندنا مكانات الووربينج واخصائيه. نحن شركتنا، وبدي حيي الشركاء تبعي مارك مراد وجوزيف هوس من هولندا، نحن شركتنا لبنانيه هولنديه 3 دي مابينج فاكتوري. ف كمان عندنا خبرات كتير، نستعين بخبرات من ألمانيا من هولندا، وهذا كله بيكلف كتير مصاري. يعني قبل ما نبلش شغل على الأرض بيكون عندنا تكلفة شوي قوية. هون بدي استفيد ما دامك حكيت عن الموضوع، يعني تمنى نظهر عن السوجي. أكان بالعيد الوطني الأرمني أو بعيد 75 للقلبة، في يعني في سبب لهالإيفنت، سبب هو هالعيد هالهيستوري. دونك انت البروجكشن اللي عم تعملها عم بتكون عم بتخبر هيستوري الى سيناريو، مين بيعمل هيدا السيناريو، هن مش اشكال والوان عم يطلعوا بس على البنايه، هي في قصه يعني من يعني هو من سؤالك كثير مزبوط، لانه عاده المابينج اللي بنشوفهم برا بيبقوا كونسبتوال اكثر، بيبقوا بلوكيت عم يتركبوا جرافيكس. يعني نحن عملنا نحن بهيدا المابينج جربنا نقطع بالاول خاصه شيء كثير جرافيك وسامبل، وجربنا بكذا محل كمان. بس نحن مشكلتنا عم نخبر قصه للألبا بالاخص، عم نخبر قصه ال 75 سنه تبع الألبا. سو مجبورين بطريقه المابينج نخبر هالقصه. يعني مثلا في محل عم نخبر عن الاسماء يلي بنيوا الألبا، عم تبرم البنايه وعم بيظهر اسم بيروح اسم. يعني انجبرنا نخلي هالافكار. ومين بيبتكر هالسيناريو؟ يعني عاده انا الكرييتيف. انا هون بدي اسالك ليه ما بينعمل دي سبيكتاكل وبيبرموا بكل لبنان؟ يعني بتعرف عندنا دي سيت توريستيك كثير حلوه، مثل بعلبك، مثل جبال، مثل بيت الدين. ليه ما بينعمل شو وبنصير بنشوفها بعده محلات تبرم؟ يعني نحن نحكى معنا لاثنين من هالسايتس عم تحكي عنهم. في تو سايتس نحكى عنهم، بس كمان مره كل ما كبرت السيرفاس، كل ما كتروا البروجيكتورز اللي رح يستعملوا، كل ما صارت اغلى، كل ما بدك سبب. يعني ال 75 سنه تبع القلبة هو كان سبب انه ينحط مصاري وينعمل هذا الشيء. بيكون بفستيفال ضمن فستيفال، ما فيك تحطي كرمال سهره وحده. يعني نحن عم بنحكى معنا بصراحه بيكلف كثير، يعني بيكلف غير انه بيكون تقريبا قد ايه تكلفه. يعني اليوم ما بدي اخذ اكزامبل قلبة لانه شيء كثير كبير، بس يوم حيلا شركه بدها تعمل كوربريت ايفنتس، عندها بنايه او مبنى حابه تعمل عليه 3 دي مابينج لخمس دقائق، تقريبا على الرينج قد ايه عم نحكي؟ يعني انا بجاوبك بس ما فيه، لانه هيدا موضوع شريكه جوزيف هو ال باليورو. جوزيف بيساعد باليورو يعني على الرينج بيخدنا دغري على حق الرينج. فبصراحه ما فيه ساعد انا وخاصه على الهواء، بس انه عم نحكي حسب المبنى وحسب الشغل. فوق ال 10,000 دولار ركض من الاخر. رشد بحصله شيء حلو كثير، يعني فيري نايس انتراكشن بين الناس والبيوتيفل. بس حجر انا حبيتها كثير، وبتعيش البنايات اللي بدها ترميم وتظبيط. زهير طويل حلوه التكنولوجي، بس بتكون ترخصه شيء شوي. انه اكيد انا دائما مع التكنولوجي، وانا كثير بحب، يعني انا كل شيء 3 دايمنشنز كثير هيك بحسه كثير قريب مني، لانه هيك بصير ببعث معه. ثانك يو ايميل عدايمي، نحن بدنا نهنيك لكل شيء بتعمله. فعلا نحن بنفتخر انه في اشخاص مثلكم بلبنان اسمهم وصل عالميا، خاصه بدار الاوبرا بارمينيا. هيدي الفيديو حضروها الاف الاشخاص على يوتيوب وصارت فايرل، وصاروا كمان بعض الاشخاص يعطوا اكزامبل 3 دي مابينج من خلالها. وقت نشوف انه بالنهاية في شركة لبنانية وراها، نحن بنعتز بهالشي وبنفتخر كتير. Thank you Emile لوجودك معنا. Thank you.